بسم الله الرحمن الرحيم، برحب فيكم اليوم في الفيديو 28 من أحكام التلاوة برواية حفصة ناصر من طريق الشاطبية، واللي حنشوف فيها ما يراعى لحفص. في عندي حوالي 11 بند من اللي ما يراعى لحفص، حنمر عليهم واحدة واحدة كده بشكل يعني سريع. أول واحدة فيهم كلمة أعجمي وعربي في سورة فصلت الآية 44. هذه الهمزة هذه تقرأ بالتسهيل، هذه تقرأ بتسهيل الهمزة الثانية، فبنلفظ هنا همزة محققة وبعدين همزة مسهلة، أعجمي وعربي. هذه أول وحدة فيما يراعى الحفص. كذلك في سورة هود الآية 41، وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، تقرأ المجريها هذه، الألف هذه تقرأ بالإمالة. البند الثالث كلمة ضعف في سورة الروم الآية 54، ممكن أقرأها بالفتح وممكن أقرأها بالضم. الله الذي خلقكم من ضعف، ممكن أقرأها من ضعف، فممكن أقرأ الثلاث كلمات هذولا بالضم ضع، بالفتح ضعف، أو بالضم ضعف. من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا، وبقدر أقرأها إيش؟ من ضعف، من بعد ضعف، من بعد قوة ضعفا. طيب، رابعا وخامسا يبسط وبسط في سورة البقرة وفي سورة الأعراف، والله يقبض ويبسط، تقرأ بالسين الخالصة، وزادكم في الخلق بسط بالسين، وهي السين مرفوعة مرسومة فوق، يعني اقرأ سين مش صاد. عند المسيطرون الصاد السين مرسومة تحت، يعني تقرأ بالصاد أو السين، والصاد أشهر. أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، يمكن أقرأها المسيطرون لكن الصاد لها الأولوية أشهر، المسيطرون. البند السابع بمسيطر في سورة الغاشية، لست عليهم بمسيطر بالصاد، تقرأ بالصاد دائما. الثامن حذف الألف وصلا وإثباتها وقفا، وقفا بقول بحط الألف بقول أنا، وصلا بحذف الألف، أنا همزة مفتوحة ونون مفتوحة، إنني أنا وقفا، وصلا إنني أنا الله لا إله إلا أنا، بحط الألف وقفا بحط الألف، وصلا إلا أنا فاعبدني، بشيل الألف وصلا. كذلك لكن وقفا بحط الألف، وصلا بشيلها، لكن هو الله بشيل الألف بحط نون مشددة وفتحة. إذا وصلا لكن هو الله، وقفا لكن، كذلك الظنون وتظنون بالله الظنون، وقفا بحط الألف، وصلا بشيل الألف. إذا حذف الألف وصلا وإثباتها وقفا. الرسول نفس الكلام، الرسول وقفا والرسول مفتوحة وبكمل. السبيل وقفا وحد أوصل بحط لا مفتوحة وبشيل الألف. قوارير الأولى هذه برضو وقفا تثبت، قوارير وصلا تحذف، لكن قوارير الثانية تحذف وصلا ووقفا. سلاسل تقرأ وصلا بفتح اللام، سلاسل وأغلالا من غير تنوين، وفي الوقف تقرأ بالألف سلاسل أو بدون ألف سلاسل بإسكان اللام وحذف الألف. العاشرة قراءة الكلمات الآتية بالنون وصلا وبالألف وقفا، لا يسجنن ولا يكون، أي وقفا بالألف وصلا بحط تنوين وبصير إدغام، ولا يكون من الصاغرين، كلا لئن لم ينتهي لنسفعا وقفا لنسفعا بالناصية، إقلاب بين التنوين والباء في حالة الوصل. إني إذا وقفا بحط ألف، إذا لفي وصلا بتصير تنوين وإدغام بين التنوين واللام. الحادي عشر كلمة آتان، تقرأ آتان أو آتاني وقفا، أما في الوصل فتقرأ آتانيا. قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير، وصلا بحط الياء والفتحة آتانيا، وقفا بقدر أقول آتان أو آتاني،
طيب البند الثاني عشر: تأمنى تقرأ بالإشمام والروم، يعني بقدر أقول تأمنونا بضم النون هنا، هذا روم، أو بشيل الضمة وبتصير نون مشددة مع حركة الشفتين في شكل الضم. إذا بقدر أقول ما لك لا تأمننا، هذه روم، أو ما لك لا تأمننا، بدي شدة نون مشددة وبضم الشفتين بحيث إنه اللي مستمع ما بسمع الضمة، وإنما إذا نظر إلى شفايفي بشوف الضمة هذه وما بسمعها، وهذا اللي إحنا بنسميه الإشمام في وسط الكلمة. البند الثالث عشر: حذف الألف وصلا ووقفا، زي ما قلنا في قوارير التانية وفي ثمود. قوارير التانية هذه بقف عليها قوارير وبمشي قوارير، قوارير بدون ألف. وثمود نفس الشيء: ألا إن ثمود كفروا، ألا إن ثمود